المرأتان جاءتا إلى عثمان عمر كان يعطيهم امتيازات عهد عمر كان عهد إعطاء الامتيازات الكبرى وممن شملته الامتيازات الكبرى عائشة وحفصة تغير الوضع عثمان اجى فقطع عنهم الامتيازات الماديه فجاءتا الى عثمان وقالتا ان عمر كان يعطينا فاعطنا قال ما لكم عندي شيء ذاك كان راي عمر انا الي راي اخر ومنهج اخر كل واحد من هؤلاء الثلاثه كان له منهج ما كان عليه بالاخر الأول إلى منهج الثاني إلى منهج الثالث إلى منهج ثالث فقالتا فإرثنا من رسول الله ميراثنا الطيب فاستوى عثمان جالسا كان متكي وقال ألستما أنتما شهدتما مع فلان الأعرابي وقال كلمة نابية في حقه الأعرابي بأن النبي صلى الله عليه وآله قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق فإن كنتما صدقتما أجزت عليكما شهادتكما أنتم ما حرمتوا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها من ميراثها بهذه الشهادة وإن كنتما كذبتما فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين على الكاذبين انتهى بعد ماكو منطق ماذا يقول؟ فقالتا يا نعثل المنطق انتهى اجى دور السباب فقالتا يا نعسل والله لقد سماك رسول الله نعسلا، نعسل رجل يهودي كان. وعائشه كانت تقول اقتلوا نعسلا قتله الله. كانت تحرض الناس عليه بعد هذه القضيه. فقال لهما عثمان: اسمع قول الله تعالى مثلت لي مثل نعسل أنا أمثلكم مثلا قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين هاي السورة ضد المرأة هذا مثال للمرأتين راجعوا المفسرين حتى أبناء العام فقامتا وخرجتا وأخذت عائشة تهرج ضد عثمان اقتلوا نعسلا قتله الله إن ثوب النبي صلى الله عليه وآله أو كذا لم يبلى وعثمان قد أبلى سنته قضية قضية حطام الدنيا مو اكثر من هذا الصديقه الكبرى صلوات الله عليها الرمز الذي تنقطع عنده كل حجه